لا أقسم بالخنس الجوار الجواري الكنس. الكنس. وربنا سبحانه وتعالى لما يقسم بشيء بيقسم بشيء عظيم، لا يقسم بشيء إلا إذا كان فيه إعجاز. فالله سبحانه وتعالى يقسم بتلك النجوم التي تختفي نهاراً صحيح والتي تظهر ليلاً، ليلا. يظهر بظلمة الليل التي لا يعلم من أين تأتي، وبضوء النهار الذي لا يعلم أين يختفي، والليل إذا عسعس والصبح والصبح إذا إذا تنفس. تنفس. والصبح إذا تنفس، كانوا مشايخنا يقولوا لنا كده: ما الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ الصبح. والصبح إذا تنفس. صليت على الحبيب عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام. وسلم، بتقسم على إيه يا رب؟ الكلام القسم ده كله على إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقسمه إنه لقول رسول كريم. مين الرسول الكريم المقصود به هنا؟ ها؟ أمين. ها؟ الرسول عليه الصلاة لا، والسلام. المقصود بالرسول هنا هو جبريل عليه السلام، لأنه رسول رب العالمين إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة صلى والسلام. الله عليه وسلم. وسيدنا جبريل، علشان حد ما يعرفش سيدنا جبريل، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في أكثر الروايات شافه مرتين بس، ما عدا ذلك كان فيجي في صورة الصحابة. مين اللي شاف مين مرتين؟ سيدنا الحبيب شاف سيدنا جبريل مرتين بس، على صورته الكاملة وعلى هو هيئته بالجناحات. الكاملة. نعم، له 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، ما بين السماء والأرض. شوفي بقى العظمة بتاعت سيدنا يعني هو جبريل شافه مرتين، بس المرة الأولى بهذه ساعة لما الهيئة. أنزل الوحي عليه، نعم، إنما بعد كده كان بيجي في صورة أعرابي في صورة صحابي، صحابي. وهو مشهور سيدنا دحية الكلبي. صليت على الحبيب صلى وهو الله عليه وسلم. سيدنا دحية الكلبي ده اللي هو سيدنا جبريل كان بيقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني القرآن. هو سيدنا دحية الكلبي ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، زي أبو بكر وعمر. فسيدنا جبريل لما كان يجي للنبي كان بيجي في صورة سيدنا دحية الكلبي، وكان زي سيدنا دحية يقرئ الكلبي، وكان يجي للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما نزل به من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن رحمة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا، قال له 600 جناح جالس بتخوف. على كرسي بين السماء والأرض، وفي رواية إن الأجنحة بتاعته تتناثر منها ريشة، ومن ريشه تتناثر التهاويل اللي هي الدر والياقوت. فيوريك عظمة سيدنا جبريل. ولذلك في سورة التكوير ربنا وصف سيدنا جبريل بأكثر من صفة. خلي بالك كده، ربنا قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. خلي بالك الأول، ذي قوة، يبقى جبريل قوي. وفي سورة النجم قال علمه شديد القوى. جبريل له قدرة على ريشة من جناحه أن يقلب السماء على الأرض. شوفي قوة جبريل. تخيلي، علشان تعرفي أن أضعف مخلوق هو الإنسان، وأكثر مخلوق جرأة على معصية الله هو الإنسان. ففي حق جبريل الله يقول: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن في حق الإنسان، الإنسان يتوب ويستغفر ويعود إلى ربه. وعجيب أمر الإنسان مع رب العباد أن الناس تمحو ماضيك الحسن كله بموقف سيء. يعني لو بقالي معاك 10 سنين خير صديق وخير رفيق وخير أخ، وجيت عملت موقف سيء مع حضرتك، يمحى ال10 سنين الموقف. أي زوج مع زوجته ده حاله، أي زوجة مع زوجها ده الحال، ما تفتكرش إلا الموقف الأسود وفقط، ويمحى من ذاكرته أو من ذاكرتها هذه المواقف الجميلة. لكن العجيب، ولله المثل الأعلى، أن الله سبحانه وتعالى بموقف جميل يمحو لك الماضي القبيح كله ولا يعاتبك فيه. شوف الجمال بقى، ولا يعاتبك فيه ولا يسألك عنه. فربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا جبريل ماله ذي قوة، ها؟ عند ذي العرش مكين. خلي بالك، عند ذي يعني العرش مكانه هناك. نعم، هو العندية هنا شرف وليست عندية مكان. خلي بالك، العندية شرف،
أي أنه منتسب إلى العرش لأنه يأخذ العلم من العرش. ما تقوليش عند العرش مكانه قاعد جنبه، لا، عند ذي العرش العندية هنا اسمها عندية إيه؟ تشريف، وليست عندية مكان. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعدين ربنا يقول مطاع ثم أمين. لا يعصى له أمر في السماء. جبريل هو رئيس الملائكة، هو أمين الوحي. هو لسه عايش؟ طبعا طبعا، يظل جبريل إلى آخر الدنيا، ولكن سيموت جبريل قبل ملك الموت. آخر من يموت هو ملك الموت. حينما يقبض روح جبريل ثم إسرافيل ثم يمضي ساجدا عند ربه سبحانه وتعالى عند العرش، فيقول من بقي يا ملك الموت؟ فيقول يا رب عبدك بين يديك، ولا يبقى إلا وجهك يا ذا العزة والجبروت. فيقول يا ملك الموت اقبض روح نفسك بنفسك. فيقبض ملك الموت روح نفسه بنفسه، إذ يشحق شحقة فتخرج روحه إلى الله سبحانه وتعالى، لتفنى كل الكائنات. عندها ينادي ربنا العلي لمن الملك اليوم؟ الله. فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار.